الحيوانات، وللنار لمعان ومن النار كان يخرج برق. الحيوانات راكضة وراجعة كمنظر البرق. فنظرت الحيوانات وإذا بكرة واحدة على الأرض بجانب الحيوانات بأوجهها الأربعة. منظر البكرات وصنعتها كمنظر الزبرجد، وللأربع شكل واحد ومنظرها وصنعتها كأنها كانت بكرة وسط بكر. لما سارت سارت على جوانبها الأربعة، لم تدر عند سيرها. أما أطرها فعالية ومخيفة، وأطرها ملآنة عيونا حواليها للأربع. فإذا سارت الحيوانات سارت البكرات بجانبها، وإذا ارتفعت الحيوانات عن الأرض ارتفعت البكرات إلى حيث سفر حزقيال الأصحاح الأول. كان في سنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، وأنا بين المسبيين عند نهر خرطوم، أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. في الخامس من الشهر، وهي السنة الخامسة من سبي يوياكين الملك، صار كلام الرب إلى حزقيال الكاهن ابن بوزي في أرض الكلدانيين عند نهر خابور. وكانت عليه هناك يد الرب. فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال، سحابة عظيمة ونار متواصلة وحولها لمعان، ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار، ومن وسطها شبه أربعة حيوانات، وهذا منظرها، لها شبه إنسان، ولكل واحد أربعة أوجه، ولكل واحد أربعة أجنحة، وأرجلها أرجل قائمة، وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل، وبارقة كمنظر النحاس المسقوح، وأيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها الأربعة، ووجوهها وأجنحتها لجوانبها الأربعة. السلام عليكم. اليوم كسر اللغط والكلام في الأطباق الطائرة. أحاول أفسر بعض الظواهر احتمال في تفسيري انه نجد انه المبدأ الذي تسير به الأطباق الطائرة. النقاط بتاعتي اللي هو سفر حزيغال الكاهن حزيغال. أرجو من الجميع أن يرجع ويقرأ هذا السفر كويس. هذا السفر لا يحكي عن يحكي هو يظن انه رأى الله رؤيا له رؤى كويس، لكن بالنسبة لنا نحن في العصر الحالي بنجد إنه هذا السفر يتكلم عن صفات أوصاف أوصفوها الناس الذين رأوا الأطباق الطائرة بهذه الصورة. قال يرى أن كأن النار إضاءة حوالينا، وفي وسطها كأنه عبارة عن النحاس اللامع، يعني لمعة مايلة للحمرة. طيب في عام 1976 في مدينة الكويت، 1976 في مدينة الكويت، وأنا الوقت ذاك عمري تقريبا 11 سنة، كنت مهتم بالأطباق الطائرة منذ صغري كويس. سمعت خبر مهم في إذاعة أم درمان، قالوا أو 1978 تقريبا، قالوا هبط طبق طائر في مدينة الكويت وبحجم طائرة بوينغ 707، وأدى إلى أن يوقف التيار الكهربائي
وثانية فتح الأبواب الإلكترونية. حاليا بنجد إنه الأمريكان بيقولوا إنه الضغط الطائرة بتحوم حوالين القواعد العسكرية الأمريكية والمفاعلات النووية. إذن السؤال لماذا تكتم على هذا الخبر؟ هل إنه الكويت قاعدة أمريكية كبرى؟ طيب ما علينا بالاستنتاجات، لكن الخبر ده تاني ما تكرر في وسائل الإعلام أبدا. كويس. طيب عندنا تجارب فلادلفيا على السفينة الباخرة فلادلفيا، اسمها مشتق من بلاد فلادلفيا، فلاد يعني بلاد. كويس. ليفيا. كويس. تجارب السفينة دي كان أجروا عليها تجارب كهرومغناطيسية. هذه التجارب أدت إلى اختفاء السفينة ببكرة أبيها وظهرت في منطقة أخرى. كويس. حتى إنه تولى السؤال هل يمكن أن يختفي شيء ويظهر في مكان آخر؟ لكن حديثا كانت في بيانات عن هذه التجارب، قالوا إنه الناس وجدوا الناس مطبوعة على جدران السفينة. هذه الصورة تشابه غنبلة هيروشيما أو ناجازاكي. وجدوا إنه الناس انطبعت في الحائط. كويس. أو انطبعت وتبخرت في نفس اللحظة. طيب ده بدخلنا في نقطة أخرى، تجارب تحريك الأجسام بأشعة الليزر. 1998 أمريكا نجحت في إنها تحرك الأجسام بواسطة أشعة الليزر. انتبه، أشعة الليزر أشعة متغيرة الخصائص. كويس. تاني من هنا بنرجع لنقطة مهمة، إنه من وين أحضر أينشتاين نظريته التي لا يمكن تطبيقها؟ هل من الاستنتاج أم من التجارب التي حدثت في الباخرة فلادلفيا؟ يقول أينشتاين أن الطاقة تساوي سرعة الكتلة في سرعة الضوء تربيع. طيب لو وقفنا في سرعة الضوء في حد ذاتها سرعة لا يمكن أن تتحقق لأي كتلة. السؤال الطبيعي يقال أن سرعة الضوء ثابتة، كيف هو فرض إنه الطاقة تساوي الكتلة في سرعة الضوء تربيع؟ الطاقة في سرعة الضوء تربيع. طيب دي نقطة مهمة، ذكروني بها في التعليقات يا شباب. طيب التحليل بتاعي لكشف الطريقة التي تسير بها الأطباق الطائرة مبنية على نقطتين. واحد، بناء على هبوط القمر الصناعي في مدينة الكويت عام 1978 أو 77 أو 76 على حسب ما أذكر. كويس. واحد، انقطاع التيار الكهربائي. اثنين، تفتح الأبواب الإلكترونية. كويس. عندنا معطيتين. المعطيتين دي أنا سنة 2006 قعدت جادة وفكرت في النقطة دي باعتبار إنه أجد اكتشف أسلوب سريان هذه الأطباق الطائرة، إذا كان نتاج بشري أو نتاج لكائنات أخرى. ملحوظة قبل ما ندخل في الحتة دي، ممكن إنه الأطباق الطائرة من رفقائنا يعيشون معانا في الكرة الأرضية. كويس. رفقاء البشر. كويس. تاني نقطة، كل الكلام ده بأول على إنه مرتبط بنظرية أينشتاين لتحويل الطاقة، تحويل الطاقة الكتلة إلى طاقة. كويس. إذن الكلام ده كله بيعني شنو؟ بيعني إنه القنبلة النووية أو الانشطار النووي ليس كما يشرح لنا، بل الانشطار النووي هي فرقعة مجالية، فرقعة للمجال الأرضي
للحقل الكهرومغناطيسي الأرضي مثلما تحدث هناك فرقعة للصوت عندما تجتاز الطائرة حاجز الصوت، كويس، بتحدث فرقعة صوتية أبسط ما فيها بتكسر الزجاج، كويس. طيب تفسيرا للنقطة دي بنجد إنه الحقل الكهرومغناطيسي للأرض هو مجال قوي، كويس، عندما يتم اختراقه بكتلة تسير بسرعة تفوق السرعة بتاعت المجال، ضعف سرعة المجال، ضعف وليس تربيع، كويس. بنجد إنه الحقل ده كأنه بيحدث له انشطار إلى نصفين. بمجرد ما ينشطر الحقل الكهرومغناطيسي إلى نصفين بيرجع يرتد في نفسه، ارتداده في نفسه ده بيعمل حالة بتاع التصادم ضخمة جدا. حالة التصادم في الأطراف بتعطينا ثلاثة أنواع من الأشعة: جاما وبيتا وألفا وجاما وبيتا. جاما عبارة عن خط ضوء مستقيم، كويس، يلاحظه النظر. ألفا جاما بيتا، جاما معتدل. طيب تخيلوا إنه عندنا عبارة عن غوسين، كويس، أو صدر موجة وصدر موجة تصادمت، كويس. أكيد في صدر الموجة هنا حيكون نسبة التردد زادت، وفي صدر الموجة الأخرى حجم التردد زاد، كويس. وفي النصف حيكون في تعادل الموجتين عبارة عن خط طالع. لذلك نجد أن أشعة ألفا عبارة عن غوص نحو اليمين، ألفا بيتا جاما، كويس، وبيتا هي عبارة عن خط مستقيم، وجاما عبارة عن خط أيضا غوص يمين نحو الشمال، كأنه بيرسم لنا عبارة عن موجة. هنا قالوا موت الدقائق، هو ليس يوجد موت دقائق، لكن هذه الحالة بتحدث حالة مؤقتة قد تكون محسوبة بسرعة الفريكوانسي للحقل المجالي نفسه، كويس، يعني جزء من الفريكوانسي جزء من التردد من سرعة التردد المجالي للأرض. نعود لموضوعنا، قلنا إنه انقطاع التيار وفتح الأبواب الإلكترونية. واحد، انقطاع التيار يدل على شيء معين، يدل على إنه هذه الأطباق الطائرة بتبث حقل مغناطيسي ضخم، حقل مغناطيسي ضخم متردد، كويس. أي حقل مغناطيسي متردد، كويس، يكون حوالينه سلك أو معدن معين موصل للتيار الكهربائي، هذا المعدن بيولد تيار كهربائي. إذن الأسلاك اللي كانت حول المحيط الطبقة الطائرة الذي نزل في الكويت، كويس، نسبة للحقل المغناطيسي القوي البساوة الطبقة الطائرة في النقطة دي أدى إلى إنها تولد نوع من التيار الكهربائي يفيض عن التيار الكهربائي اللي كان في داخل السلك الأسلاك الكهربائية. التيار الكهربائي ده أدى إلى إنه ألف وباء يتساووا، كويس، التيار ألف مع انسيابه إلى النقطة باء عندما يتساووا فلا يكون هناك تيار كهربائي سائر من ألف إلى باء. هذا تفسير مبدئي بالنسبة لي للنقطة دي. طيب فتح الأبواب الإلكترونية أيضا يرتبط نوعا ما بالحقل المغناطيسي البرسل الطبقة الطائرة. طالما إنه هناك في حقل مغناطيسي إذن قد يكون تم تأيين كل المغناطيسات التي تتحكم في الأبواب الإلكترونية. معلومات حديثة ذكرت قالوا أنه هذه الأطباق الطائرة بتشويش الرادارات، كويس، تشويش الرادار إذن هي بتأكد إنها بتبث تيار كهرومغناطيسي، بتبث حقل مغناطيسي قوي، كويس.
أيضا من المعلومات الحديثة التي وصلتني يقال أن هذه الأطباق الطائرة عملت رغوة في مياه البحار. إذن المجال اللي بتبسه الكهرومغناطيسي اللي بتبسه هي أقرب للمجال الكهرومغناطيسي الموجود في الأفران في الميكروويف. الميكروويف طبيعي بسخن الماء، الماء بتقوم بيعمل بيغلي، وقت يغلي بيعمل لنا رغوة. طيب الاستنتاج لماذا تم التكتم على هذه الأطباق الطائرة ولم تذكر بالتفصيل؟ لأنها هي لها علاقة قوية جدا بإنتاج القنبلة النووية في الأرض، أي إذا تم تفسيرها تفسير صحيح يؤدي على إنه أي جهة ممكن تمتلك قنبلة نووية، فقط تمتلك جهاز بتاع الليزر أو جهاز كهرومغناطيسي قوي وتسقط لنا أشياء بسرعة معينة، زي ما بقول أينشتاين بسرعة تتجاوز سرعة المجال، بحيث إنها تحدث شلخ في المجال سريع جدا. بنجد إنه ارتضام بعد ما نشلخ المجال، ارتضام المجال فوق بعضه يولد لنا أنواع ضخمة من من الطاقة والحرارة. كويس. أيضا نظرية السابقة بتذكر إنه الضوء ليس له علاقة بالمنبع الضوئي، بل الضوء تكوين مادة طاقة أساسية في الكون. ما يحدث بالنسبة للمصدر الضوئي هو إنه يؤدي إلى زيادة تردد هذا الحقل المغناطيسي. دي خلفية لكم، الرجاء الاشتراك في القناة يا جماعة بحيث إنه نوصل القناة بتاعتنا للبث المباشر. طيب طيب بنجد إنه دائما عليكم طيب إخوة الأعزاء، بنجد إنه دائما ربطوا لنا التجارب النووية بنقطة معينة، النقطة هي الذرة. كويس. انشطار الذرة. طيب انشطار الذرة أو انقسام الذرة ماذا يحدث؟ أنا في النظرية بتاعتي السابقة أو النظرية الشاملة للكون كما أقول، بعتبر إنه النسيج الكوني أو الحقل المحصلة للحقل الكهرومغناطيسي للكون هو عبارة عن فيض، أو نرجع للظاهرة بتاعت الأسير، عبارة عن أسير. كويس. هذا الأسير إذا حدثت فيه زوبعة أو إذا حدث إنه جزء منه ابتدى يتحرك في داخله بزاوية بتاعت ميل أو يدور، بيقوم بولد لنا في النص نواة ذات شحنة كهربائية. لأنه إذا دورنا سلك في حقل المغناطيسي بيؤدي إلى أنه ينتج لنا كهرباء، واحد. رغم اثنين طيب بيولد لنا نواة في الداخل، توليد النواة فلتكن نسميها نيوترون. من هنا نجد أنه النيوترون ده لابد أنه يكون المحيط الخارج له نفترض أنه يتفاعل مع الدوران الموجود في النص، هنا العلماء سموه إلكترون. كويس. طالما انه تولد لنا تيار كهربائي داخلي في المنتصف في مركز هذه الدوامه كويس، بنجد انه بيقوم بيعمل لنا حقل مجالي خاص به ومنعزل عن الحقل المجالي الكوني، او كما يسميه أينشتاين النسيج الكوني. الحقل المجالي ده بيقوم بيصير لنا الشكل ده في شكل فقاعه، ممكن نشبهها بفقاعة صابون. وأيضا نرجع للدوامات اللي بتحدث في البحار. هذه هنا طالما إنه عملت حقل مجالي وعمل له فقاعة، كويس، إذن أصبحت لها كينونة. إذن أصبحت كينونة الذرة على الرغم من إنه هي جزء من الحقل المجالي الكلي للكون، لكن أصبحت لها كينونة منفردة. هنا هو هنا دي تكون الذرة في نظريتي النظرية الشاملة للكون. إذن وانس إنه يحدث خلل هنا عندما تنشطر الذرة أو بيرجع الكون لطبيعته، بيرجع لنا ينتهي الجزء
بيدينا ألفا بيتا جاما. ألفا عبارة عن زي ما ذكرت، وبيتا خط بيكون خط مستقيم ماشي، أي بمعنى إنه كل الأحداث الآن إحنا، أو قبل كده أحب أن أذكر نقطة مهمة، أي ذرة موجودة في الكرة في الكون بنراها ذرة فردية قائمة بذاتها، لكن هي في الأصل هي مرتبطة مع النسيج الكوني الكامل للأرض للحقل المغناطيسي الكوني، أي باعتبار إنه هي عبارة عن حالة معينة للنسيج الكوني، أخذ كينونة فيه كينونة فراغية. كويس، الموضوع بيطور، أتمنى إنه أوراقي تقدم لإحدى البحوث الجامعية باعتبار إنه هذه نظرية تغير كل النظريات السابقة للكون وتعيد نظرية الأسير من جديد، لكن كما سماها أينشتاين بالنسيج الكوني. كويس، وهذه النظرية بتنفي إنه في جسيمات. كويس، طيب نعود للنقطة بتاعتنا حقت كيف إنه الطاقة المسيرة للأطباق الطائرة. إذا عرفنا الطاقة المسيرة للأطباق الطائرة بنعرف إنه الأطباق الطائرة نتاج بشري متكتم عليه، نتاج بشري متكتم عليه. طيب آسف يا جماعة، في ضجيج في الخارج. نجد أن إذا اكتشفنا أسلوب سريان، طريقة سريان الأطباق الطائرة، سنكتشف أن الأطباق الطائرة عبارة عن نتاج بشري وليست كائنات فضائية. طيب نعود، إذا كانت عندنا كتلة دايرينها تسير وفق الحقل المجالي، لابد أن نبتكر جاذبية معينة، لابد أن نبتكر جاذبية معينة، هذه الجاذبية ننفر منها. إذن الطبق الطائر يستخدم أسلوبين، بيستخدم الأسلوب الأول ببس حقل كهرومغناطيسي قوي واحد زي في المراوح، بنبس حقل كهرومغناطيسي وبنبس حقل كهرومغناطيسي ألف الباسينو الأول والحقل الكهرومغناطيسي الثاني رقم باء أو مغناطيس دائم، لأنه ألف وبقوم بيعمل دوران. كويس، وكل المراوح الحديثة ليست بها مغناطيس دائم بل مغناطيس يتم إنشاؤه في نفس اللحظة. كويس، نفس الصورة دي بيعمل الطبق الطائر اللي هو بيبس حقل مغناطيسي. كويس، ومن ثم بيبس حقل كهرومغناطيسي آخر، الحقل الكهرومغناطيسي الآخر ده بيرفع الكتلة بتاعت الطبق الطائر من الحقل الكهرومغناطيسي البساوة الأول، وكل الشيء ده بيحدث في جزء من الثانية. كويس، بيبقى السؤال كده حلينا المشكلة، كده حلينا اسلوب طيران الطبق الطائر. حتى بعثت لتسلا قلت له أنا عندي ابتكار جديد بأنه كيف اللي هو نيو موتيف اللي هو اسلوب جديد لحركة الأجسام، لكن ناس تسلا ما ردوا عليه. بعد كده بيبقى عندنا سؤال معين، من أين للأطباق الطائرة بالطاقة؟ ده سؤال مفتوح، لو في حد عنده إجابة لي ممكن يجيب، لأنه مفتوح. وجب إنه الطبق الطائر أن يكون عنده كتلتين. كويس، بيفرض علينا أشياء كثيرة، هل هناك عبارة عن كتلتين يتم تحريكهما كويس داخليا، أو إنها بتولد لنا طاقة معينة مستمرة؟ أما الاحتمال الثالث، هل تدفع كتلة الطبق الطائر من الخارج أو في محطة معينة كويس بتعمل عملية بتاع التشويش، بتعمل عملية بتاع بس أرضية معينة والطبق الطائر يسير في هذه الأرضية؟ كويس، كل هذه أسئلة. كويس،
أنا من بدري ما كنت مؤمن بأن الأطباق الطائرة هي عبارة عن كائنات فضائية، لأنه البوع الشاسع بيننا وبين بين أغرب نجم قد يكون فيه احتمالية حياة كبير جدا، بل بسنين ضوئية. كويس، إذن من الطبيعي أنه نتاج بشري من داخل الأرض. بتذكر مرة تكلمت عن مع أمريكية في هذا الموضوع، هي مهتمة بالجين والأطباق الطائرة. كويس، تناقشنا في نقاط كثيرة. أرسلت لي صور بأنه بتسأل، بتقول ليه الأطباق الطائرة بتحوم حول المفاعلات النووية الأمريكية. صراحة ما حبيت أفتح الفيديو ده لأنه ما داير أعرف، أقصد الصور دي ما حبيت أركز فيها لأنه ما داير أعرف موقع المفاعلات النووية الأمريكية، باعتبار أنه الأسرار الأمريكية بتجعلك مستهدف، الأسرار العسكرية بتجعلك مستهدف طول حياتك. الحتة الثانية سألتني، قلت لي هي بتطير حوالين البحار، ما عارف إنها طالعة من أعماق البحار أما من خارج أعماق البحار. كويس، إذن هنا انتفى شرط إنه كائنات فضائية. واحد. النقطة الثانية، سفر حزيغيل ولا حزيغال، كويس، هذا يؤكد إنه رأى طبق طائر. كويس، ليس رأى ربه، لكن بعقليته الزمان ماذا يفتكر؟ كويس، طيب إردافا لإيمانياته، هو بقول وهو كان في الأسر أو الآسرين. كويس، هل إنه حضارة الأطباق الطائرة حضارة أرضية لفئة معينة من الناس منذ سفر حزيغال اللي هو زمنه كان زمن الأسر، معروف كم 3000 سنة قبل الميلاد تقريبا، الأسر البابلي. كويس، هل إنه في بشر وعندهم تقنية قوية كده؟ معروف إنه سريلانكا، بالمناسبة الموسيقى بتاع سريلانكا وأطلانتا شبيهات ببعض. حضارة سريلانكا قبل 3000 سنة أو 30000 سنة وموجودة تحت البحار. كويس، ما نستبعد إنه هناك حضارات. أيضا من ضمن الإرهاصات التي ذكرت لنا، يقال أنه هناك فتح إسلامي. كويس، للأسف الإسلام بتر التواصل الحضاري بين الأمم. كويس، الكلام ده ما بيرضوا المسلمين، لكن ما بيرضوا المسلمين، لكن دي الحقيقة، كان ما فاهمين أي ظاهرة موجودة. فيقال إنه أحد الغزاة الإسلاميين فتح منطقة معينة في بلاد الصين، فوجد إن هناك صخرة واقفة في الفضاء. هذه الصخرة ما عرف سرها شنو، فاشتكى للغايد بتاعه، قال له أنا ما عارف سرها. كويس، لكن احتمال تفتن المؤمنين. كويس، هو أنت إذا مؤمن كيف صخرة تفتنك؟ بل فسر تفسير شنو لو واقفة في الفضاء من غير عمد، لأنه بتتطابق بأنه ورفع السماء بغير عمد. كويس، ما تفتنك، حاول إنه تشوف. وإلا لو كان أنت أساسا عندك مشكلة في توصيلك لعقيدتك للناس، فبنجد إنه قال له أنا ما عارف الحاصل شنو، لكن أضرب العمود داك وأضرب العمود، أكسر العمود الأول، أكسر العمود الثاني، وأكسر العمود الثالث، تجد فعلا وقت ما شاء عمل كسر 3 أعمدة الصخرة وقعت في الواطة. إذن الصخرة دي واقفة بياته بمبدأ الكهرومغناطيسية. إذن ويقال أنه أن المغناطيس اكتشف في الصين، إذا مناطق الصين هم أناس توصلوا أو لعبوا بالطاقة الكهرومغناطيسية منذ القدم. حتى أنه ذكرت شيئان، واحد في ديانات الإبراهيمية والشيء الآخر عند البوذيين. أنا حتى بقول أنه التنين هو تابوت بني إسرائيل المذكور في الكتب. كويس، يقال انه فيه سكينة وبينصروا به ناس بني اسرائيل. كويس، عندنا التنين يقال انه بيصدر نار، وهو عبارة عن فيه رأسين. كويس، ودائما بيكون عبارة عن جسد ورأسين متفرعين. اذا التنين عبارة عن حقل كهرومغناطيسي موجب وسالب.
إذا النقاط دي كلها بتغوتنا إلى نقطة معينة، إلى بلاد السند، بلاد السند الهند والصين واليابان كويس، وحضارة التبت كويس. فنتمنى إنه يكون جزء من سكان بشر مثلنا، لكنهم يحاولوا يعدلوا الفوضى الحادثة في الكون كويس. وبهذا أختم حديثي، والسلام عليكم.